الرحيم. إن أوضاع المسلمين الحالية في العالم الإسلامي بطبيعة الحال أوضاع تكشف عن عدم الكفاءة اللائقة لأمة تعيش وسط هذا الصراع العالمي الرهيب بين مختلف القوى والطاقات والأمم. أوضاع المسلمين في الوقت الحاضر لا تبشر بأن هذه الأمة هي الأمة التي اختارها الله خير أمة أخرجت للناس. أوضاع المسلمين في الوقت الحاضر تكشفت عن عدم قدرة هذه الأمة المختارة على مقاومة عدو واحد من أعدائها، بينما كانت هذه الأمة في يوم من الأيام تسيطر على توجيه العالم كله. فالأمة الإسلامية هي التي حملت نواة الحضارة إلى كل بلاد العالم، وترعرعت هذه الحضارات المختلفة في ظل التوجيه الإسلامي. هذه الأمة في الوقت الحاضر خسرت هذه المكانة الكبرى، وهذه الوضعية الحاضرة لهذه الأمة المختارة نشأت عن تخليها عن واقعها كأمة مسلمة متمسكة بتعاليم الإسلام. الإسلام عندما وضع نواة الأمة المختارة في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضع هذه النواة وزودها بكل الطاقات الفكرية القادرة على التوسع والانطلاق. ركز لهذه الأمة المقاييس والمفاهيم التي يمكن أن تسير عليها، فتمسكت هذه الأمة بهذه المقاييس والمفاهيم وتوسعت وسادت وسيطرت وخدمت الإنسانية جمعاء، المسلمين وغير المسلمين على حد سواء. ولكن الأمة مع تراخيها عن تمسكها بهذه المقاييس والمفاهيم تدهورت وانحسرت عن مكانتها اللائقة كخير أمة أخرجت للناس. وتصوري أن كل هذا الانحسار نشأ من ترهل القيادات الإسلامية في فترات مختلفة، فظهر الإسلام للمسلمين عبارة عن مجموعة تصورات عبادية فحسب. فحتى اليوم مثلا أكثر شبابنا لعلهم يتصورون أن الإسلام عبارة عن الصلاة والصيام والحج والزكاة وما شابه ذلك، بينما الإسلام ليس مجرد طقوس عبادية، وإنما الإسلام نظام جاء لتوجيه البشر إلى مصالحه وإلى أهدافه الإنسانية العليا. إلى اليوم لعل كثيرا من شبابنا لا يستطيعون أن يتصوروا أن الإسلام يستطيع أن ينظم حياة القرن العشرين. لعل كثيرا من شبابنا إلى اليوم لا يعرفون أن في الإسلام نظاما كاملا لإدارة الشؤون الاقتصادية والسياسية والعسكرية وما شابه ذلك من شؤون الحياة، نتيجة لانحسار هذا التصور واحتلال التصور الضعيف الهزيل مكان هذا التصور، وهو تصور أن الإسلام عبارة عن مجرد طقوس عبادية. جعلوا يتجهون إلى مختلف الأفكار والمقاييس والمفاهيم، لعل تلك المقاييس والمفاهيم المستوردة تستطيع حل مشاكلهم وتنظيم أمورهم في بلادهم، غير واعين
لأن هذه المفاهيم والأفكار عجزت عن تنظيم الأمور للأمم التي تكونت فيها هذه الأفكار والمفاهيم، فكيف تستطيع تنظيم أمور أمة لم تنشأ فيها هذه المفاهيم والأفكار؟ إن الفقر الفكري الذي يعانيه المسلمون بصفة عامة أدى إلى تمزقهم وانحرافهم أو انحراف بعض تياراتهم في اتجاهات لا تخدمهم. وأعتقد أن السبيل الوحيد لنجاتهم وتقدمهم وتوسعهم واحتلال مركزهم تحت الشمس كخير أمة أخرجت للناس إنما هو في دراسة دينهم دراسة واعية من جميع الجهات، لا من الناحية العبادية فحسب، ولا من الناحية الروحية فحسب، ولا من الناحية الاقتصادية فحسب، ولا من الناحية الاجتماعية فحسب، ولا من الناحية السياسية فحسب، وإنما دراسة دينهم من جميع الجوانب كنظام يستطيع أن يعالج كل مشاكلهم وأن ينظم كل أمورهم الحيوية التي يحتاجون إليها. وأعتقد جازما أن الإسلام قادر على أن يملأ أفكارهم وأن يغنيهم عن كل الأفكار الأخرى الدينية والمادية على حد سواء، وأن ينظم شؤون حياتهم وشؤون روحهم وشؤون فكرهم تنظيما لا أقوى ولا أفضل.